اللي حضراتكم شفتوه وسمعتوه من خلال التقرير ده مجرد جزء بسيط جدا، يعني زي ما تقولوا كده ايه بالبلدي ما تيسر من السيرة الذاتية المحترمة جدا لضيفنا العزيز اللي منورنا. احنا لسه طبعا بنتكلم عن ابطالنا في عالم الرياضة اللي شاركوا كمان في حرب اكتوبر المجيدة، نتكلم عن ذكرياتهم في فترة الحرب وكمان اكيد عن انجازاتهم في الملاعب المختلفة. منورنا الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. صباح الفل على حضرتك وكل سنه وانت طيب يا فندم. صباح الخير يا كابتن كريم، شرف ليا ان اكون موجود مع حضرتك. ده شرف ليا انا يا فندم، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناه الاهلي، القناه الحبيبه ليا اللي هي بتمثل القلعه الحمراء اللي انا دايما بعتز بيها كشيء من الاشياء الجميله في مصر. جميل طبعا الكلام مع حضرتك بقى هيروح ويجي ما بين ذكرياتك مع حرب اكتوبر المجيده وخلفيه حضرتك العسكريه وكمان اكيد ذكرياتك في الملاعب وتوليك لهذه المهمه الشاقه لفتره زمنيه طويله وتخرج من تحت ايديك زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني العشرات من امهر حراس المرمى عبر تاريخ مصر في رياضه كره القدم. ولكن انا عايز استاذن حضرتك في حاجه، كنا بنتكلم انا وكابتن فكري من شويه واحنا قبل حتى ما نشوف التقرير ده مع حضراتكم، كنا بنتكلم عن الاجيال الجديده وان للاسف في منهم كتير مش عارفين يعني كل اللي المفروض يكونوا عارفينه عن حرب اكتوبر، فدي فرصه بتهيألي ممكن نستهل بالنقطه دي لو حضرتك تسمح لنا. لا ده انا عايز استغل القناه العظيمه قناه الاهلي ومع حضرتك ان يؤدي فكره مصغره يعني ايه روح اكتوبر العظيم، اللي برضو ده من سر هقوله لاول مره، ان كان كل انتصاراتنا مع الجنرال العظيم محمود الجوهري في مجال الرياضه كانت بروح اكتوبر العظيم. انتوا بالمناسبه كان اول لقاء يجمع ما بينكم كان في الجيش ولا في الملاعب؟ لا لا لا، هو اللقاء الاول على الاطلاق اول لا هو اول لقاء طبعا كان في الجيش. تعرفنا على بعض والكابتن كان من الناس المحبوبه، هو كان سلاح الاشاره ولكن المعرفه الوثيقه جدا اثناء مشوار الكروي. الكروي.